قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها نحوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخطه فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبح حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكملا وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا وإن تخفف أنف اسمها استكن والخبر اجعل جملة من بعد أن وإن يكن فعلا ولم يكن دعا ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقد أو نفي نو تنفيس نو لو وقليل ذكر لو وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها وثابتا أيضا روي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في لقاء سابق في ألفية بن مالك رحمه الله عند قوله وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكملا وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن. إذا عطف على اسم إن أو أن أو لكن فلا يخلو من حالتين، أن يكون العطف بعد مجيء الخبر، بعد مجيء الخبر. أقول مثلا إن زيدا ناجح وعمرا، صح يا ولدي؟ أقول إن حرف ناسخ، زيدا اسمها منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة، ناجح خبرها مرفوع. الواو دي حرف عطف، صح ولا لا؟ فممكن نعطف على ايه؟ على اسم ان. نعطف ايه؟ على اسم ان. يبقى ان يكون العطف بعد مجيء الخبر، فيجوز في المعطوف وجهان. النصب عطفا على اسم ان، وهذا هو الاوضح والانسب للمشاكلة بين المعطوف والمعطوف عليه. واخدين فالكم ولا لا؟ وممكن اقول هو عمر. لما أقول وعمر بالرفع ده جائز بالإجماع، طيب هيعرب يا أولادي؟ هيعرب عطف جملة على جملة. يبقى عمر مبتدأ والخبر محذوف لدلالة ما قبله عليه، يعني ما أقول إن زيدا ناجح وعمر ناجح أيضا. ومنه قوله تعالى وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني ورسوله بريء. يبقى عطف جملة على إيه؟ على جملة. أدي معنى كلام الشيخ وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمله. نلاحظ يا شيخ شريف أن الشيخ ذكر الرفع فقط ولم يذكر النصب، فهمت ولا لا؟ قال وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمله،
يعني بعد أن تستكمل إن خبرها يجوز لك في الاسم الواقع بعد الخبر الرفع والنصب. النصب عطف على اسم إن، والرفع على أنه عطف جملة على جملة. خلاص؟ أي عطف جملة على جملة. أصل سيدنا خذ بال سعادتك، يعني أن الله بريء، دي جملة اسمية ولا جملة فعلية؟ اسمية، رأنها بدأت بإن، صح ولا لا؟ دخول الحرف لا يؤثر في الجملة، يعني دخول الحرف لا يؤثر، يعني هي دي جملة اسمية، عطفت جملة اسمية على جملة اسمية. وبعض العلماء قال هو معطوف بالرفع كده، وعمر معطوف على محل اسم إن قبل دخول إن، يعني إن لما قبل أن تدخل كان ده اسم مبتدأ مرفوع، صح ولا لا؟ لكن الأنسب نقول إيه؟ إن هو مبتدأ والخبر محذوف، يبقى عطف جملة على إيه؟ على جملة. فالشيخ ذكر قال وجر رفعك معطوفا على اسم إن بعد أن تستكمل إن الخبر. طب لم يذكر النصب؟ ليه؟ لأنه النصب ده متفق عليه. فهمت ولا لا؟ متفق عليه. وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمله. البيت واضح؟ وألحقت بإن لكن وأن، يعني لكن، وطبعا أن بس خففها لضرورة الوزن، يعني لو عايز يقول أن، أن اللي هي أخت إن، كذلك ألحقت بإن. فإذا جاء الاسم الواقع بعد الخبر مرفوعا ويجوز أن يكون منصوبا، إذا كان منصوب أي معطوف على إيه؟ على اسم أن. أقول علمت أن زيدا، علمت أن زيدا عالم، وقل عمرا وعمر. إذا قلت عمرا يبقى عطفت على إيه؟ على اسم إن، للمشاكلة بين المعطوف والمعطوف عليه. وإذا قلت عمرو يبقى الرفع على إنه خبر لمبتدا محذوف، وعن وعمر كذلك. صح ولا لا؟ طيب، من دون ليت ولعل وكأن. نلاحظ الشيخ شريف إن الشيخ بيقول وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمله، يعني يجوز لك أن تعطف بالرفع أو بالنصب على منصوب إن بعد أن تستكمل إن الخبر، يعني معموليه اللي هو الاسم والخبر، صح ولا لا؟ فالشيخنا في الأبيات لم يتعرض إلى إيه؟ إلى العطف قبل مجيء الخبر. العطف قبل مجيء الخبر دي الحالة الثانية اللي الشيخ في الألفية إيه؟ لم يتعرض ليها، يعني. إنه قال يا شيخنا وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمله، يعني بعد أن تستكمل إن الخبر. طيب وإذا لم تستكمل الخبر يبقى أن يكون العطف قبل مجيء الخبر مثل إيه يا شيخنا؟ أقول أهو إن، خد بالك، إن زيدا وعمر ناجحان. هل هذا يجوز إنك تعطف، خد بالك يا ولدي، بالرفع قبل مجيء الخبر؟ الجمهور من البصريين على تعيين النصب وعدم جواز الرفع بحال. إيه اللي خلاهم يا مولانا قالوا كده؟ ايه اللي خلاهم قالوا كده؟ يعني قالوا ايه؟ لابد ان تقول ان زيدا وعمرا ناجحان، ولا تقول ولا وعمر. ما السبب الذي جعلهم لا يجيزون الا النصب؟ عارفين السبب يا سيدنا؟ قال توارد عاملين وهما ان والابتداء على معمول واحد وهو الخبر. شوف صلى على رسول الله، ناجحان ده مش خبر مرفوع؟ انت هتساله مين رفعك يا ولد؟ يقول ان. طب لما اقول عمرو ما
مش المبتدا يرفع الخبر، صح ولا لا؟ يبقى توارد ايه؟ عاملين على معمول واحد، وهذا لا يجوز عندهم. اذا من شيخنا حكموا ايه؟ القياس، حكموا ايه؟ بينما النقل يرد عليهم بالنقل، لان انت عارف الايه المشهوره في سوره ايه؟ ايوه، ان الذين امنوا، في سوره ايه؟ المائده، ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى ولو والصابئون والنصارى، يعني شوف، ايوه طبعا الفراء وشيخ الكسائي وبقيه الكوفيين اجازوا الرفع، وهو الحق لوروده في القران الكريم. قال تعالى: ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون، لم يقل والصابئين هنا، وهذا دليل في غايه القوه على جواز الرفع بعد العاطف قبل مجيء الخبر. يعني اتفقوا القراء السبعه على الايه؟ على الرفع، صح يا شيخنا؟ طيب، ايوه، رد على البصري. الفراء يا شيخنا، الكسائي اجاز مطلقا، الكسائي اجاز مطلقا، يعني سواء كان اسم ان اسم ظاهر او كان مقصور زي ان مصطفى، ان الفتى، فهمت حضرتك ازاي؟ او اسم مبني زي ان الذين، لكن الفراء استشهد بالايه فقال ده يحصل امتى؟ يحصل الرفع قبل مجيء الخبر إذا كان اسم إن مبنيا أو مقصورا، لأن المبني بيلزم حالة واحدة والمقصور لا تضع عليه الإيه؟ الحركات يعني. طيب، وطبعا هو كده يعني بيستشهد بكلام العرب وبالقرآن الكريم لما قال العرب إيه؟ فمن يكو أمسى بالمدينة رحلون فإني، شوف، فإني وقيار بها لغريب. هذه الواو حرف عطف، وقيار معطوف على ايه؟ اهو معطوف على ايه يا ولدي؟ ها، المفروض على اسم ان، والاسم ان هنا ياء متكلم، ضمير متصل مبني في محل نصب، صح ولا لا؟ اصل الكلام فاني لغريب بالمدينه وقيار اسم جمل وقيار كذلك، صح ولا لا؟ وقيار كذلك. اذا الشيخ هنا كأنه اقتنع برأي مين؟ برأي البصري، فلم يذكر، ايوه، الرأي اللي هو ايه؟ ايوه، لم يذكر. لكن طبعا الحق مع الكوفيين في هذه المسألة، والشعر قال ورد كثير، البيت اللي احنا قلنا الآن، وقد ذكر النظم الحالة الأولى فقال: وجائز رفعك، يعني يجوز الرفع في الاسم الواقع بعد عاطف بعد أن تستكمل إن معموليها، وذلك بمجيء الخبر. بس يعني هو ذكر الموضع الاول فقط بس. اما ليت ولعل وكأن فلا يجوز معها الا النصب. يعني ممكن تقول ايه؟ ليت الرخاء والامن دائمان. ليت الرخاء والامن دائمان. لا يجوز لك ان تقول ليت الرخاء والامن، لا يجوز في كلام العرب هذا. فاذا كان اسم ليت او اسم لعل او اسم كأن، لا يجوز ان تعطف مرفوع على منصوب قبل مجيء الخبر، لا يجوز. طيب خلاص، احنا نقول بيتين للولد: وجائز رفعك معطوفا على منصوب ان بعد ان تستكمل، وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن. البيت الثالث: وخففت إن فقل العمل، وتلزم اللام إذا ما تهمل. سيدنا الشيخ شريف، شوف إن كده، أدي إن، إن دي إن المشددة دي، صح ولا لا؟ أقول إن زيدا عالم، إن حرف ناسخ، زيدا اسمها منصوب، عالم خبرها مرفوع، ها
أخففها أقول إن زيد لعالم. هنا إن خففت، إن خففت، فلما خففت قل عملها. معنى قل عملها يجوز أن نقول إن زيدا، إن زيدا، إن زيدا عالم، يبقى هنا عملت، لكن هذا قليل في كلام العرب. الكثير أنها تخفف يعني لا تعمل. وإذا خففت وأهملت دخلت اللام في الخبر، وتسمى عند ذلك اللام الفارقة ولا تسمى لام الابتداء. الفارقة بين إيه؟ بين إن النافية وإن المخففة. فإذا قلت إن زيد عالم يعني أصلها ما زيد عالم. فهمتوا ولاد ولا لا؟ دي إن المخففة، عفوا دي إن النافية. هذا معنى كلام الشيخ، قال وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل. يعني إذا أهملت يبقى لابد من مجيء اللام علشان تعرف إن دي إن المخففة من الثقيلة. طيب وتلزم اللام إذا ما تهمل، صح يا شيخنا؟ أظن واضح يا مولانا؟ طيب وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا. ممكن نستغني عن اللام دي إذا دل عليه دليل. فالشاعر عندما قال ونحن أبات الضيم يعني لا نرضى الذل ولا الهوان من آل مالك، يعني قبيلته اسمه آل مالك. وإن خد بالك يا شيخنا، وإن مالك خد بالك، وإن مالك كانت، كانت كرامة المعادن، يعني عايز يقول يعني قبيلتنا من أفضل الإيه الناس يعني. وإن مالك أصلها وإنا، صح يا شيخنا؟ فخففت فأصبح مالك مبتدأ. كانت دي جملة فعلية خبر، أصل الكلام وإن مالك لكانت. مش إحنا قلنا إذا خففت لازم من دخول اللام في الخبر، هنا اللام لم تدخل. ليه؟ أدي معنى كلام الشيخ، وربما استغني عنها، استغنيت عن لام كده. إن بدا إن ظهر ما ناطق أراده معتمدا. الناطق الذي نطق بهذا الشعر أراد إدخال اللام، صح ولا لا؟ أصلها وإن مالك لكانت كرام المعادن، صح ولا لا؟ وإن مالك لكانت إيه؟ كرام المعادن، صح كده؟ طيب لماذا حذفت؟ لأنه دل عليها دليل، لأن الشاعر هنا بيمدح ولا ينفي. لأنه لو قصد النفي يبقى ما مالك كرام المعادن، وهو لا يقصد هذا، ده هو أصلا في صدر البيت هو بيفتخر بيقول نحن أبات الضيم، صح ولا لا؟ يبقى القرينة هنا تمنع من إرادة المعنى، معنى النفي، وإنما تثبت الإثبات. فهنا استغنى عنها لأن هذا معنى ما إن وربما استغني عنها إن بدا إن ظهر ما ناطق أراده معتمدا. فوإن كانت محذوفة في الكلام في اللفظ لكنها مرادة في المعنى، صح ولا لا؟ والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا ذي موصلة. بيقول لك إيه الدليل والأمارة يا سيدنا؟ إزاي نعرف يا سيدنا إن المخففة؟ قال في الغالب هذه فعل ناسخ. شوف يا مولانا، وإن كانت لكبيرة وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك وإن نظنك لمن الكاذبين. فهو أعطاك أمارة يا شيخ صابر، قال كيف تعرف إن مخففة من الثقيلة؟ قال في الغالب يليها فعل ناسخ. شوف كان فعل ناسخ، ويكاد كاد وأخواتها تعمل عمل كان أفعال ناسخة، وظن برضو أفعال ناسخة، لأن أفعال الناسخة ثلاثة، كان وأخواتها وظن وأخواتها وكذا وأخواتها، صح يا ولاد ولا لا؟ ويقول والفعل إن لم يكن ناسخا، إن لم يكن ناسخ من النواسخ دي فلا تلفيه غالبا ذي موصلة، يعني لا تكون
يعني إن يعني لا توصل بفعل إلا الناسخ، ده في الغالب. طب ليه قال غالبا؟ لأن ورد في كلام العرب زوجة عبد الله بن الزبير، يعني عندما قتله قاتل يعني، فدعت عليه قالت إيه؟ شلت يمينك إن قتلت لمسلما، إن قتلت لمسلما، إن قتلت. لاحظ إن قتل فعل ليس ناسخا، فهمت ولا لا؟ أصلها شوف، إن قتلت لمسلما، مقصود يعني إنك قتلت إيه لمسلما. فيقول شلت يمينك إن قتلت لمسلما. شلت يمين إن نعم أيوة نعم. لا إحنا بنتكلم على إن، هل وليها فعل ناسخ ولا فعل غير ناسخ؟ هذا غير غالب، ده النادر والقليل. وعشان كده بيقول إيه؟ والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه، يعني فلا تجده غالبا، ها؟ بإن ذي مصلى. صح يا ولاد ولا لا؟ وأنت نسيت بيت يا شيخنا؟ أيوة سيدنا. غالبا بإن، بإن، فهمت ولا لا؟ كنت ناسي أنت كلمة يا سيدنا. والفعل إن لم يكن ناسخا، أشوف، فلا تلفيه، يعني لا تجده غالبا بإن ذي موصلة، يعني هيوصل بإيه؟ بإن، صح ولا لا؟ شوف كده، وإن كانت. طيب، وإن يكاد، وإن نظنك، أهدي يا شيخنا؟ قالوا دي اسمها إن إيه؟ المخففة، صح ولا لا؟ وطبعا طالما مخففة يبقى أصبحت إيه؟ مهملة، لا عمل لها، وتلزم اللام في الخبر. طيب لما قال غالبا، علشان من غير الغالب ورود فعل غير ناسخ بعدها، كقول المرأة الصحابية لما قتل زوجها يعني غدرا، قالت شلت يمينك إن قتلت لمسلما. خلاص فهمنا البيت يا شيخنا؟ طيب، وإن تخفف أن فاسمها استكن، والخبر اجعله جملة بعد أن. بدأ الشيخ يتحدث عن تخفيف أن، هذه أن يا مولانا، وعايزين نعرف يا شيخ صابر الفرق بين إن وبين أن. إن همزتها مكسورة، أن همزتها مفتوحة. الفرق الثاني، إن تقع في أول الكلام، وأن لابد أن تسبق بكلام. الفرق الثالث، أن تؤول مع اسمها وخبرها بمصدر، يعني يقول عرفت أنك ناجح، يعني عرفت نجاحك. لكن إن لا تؤول مع اسمها وخبرها بمصدر. الفرق الرابع والأخير، إن إذا خففت قل عملها وتلزم لهم في الخبر، لكن أن عندما تخفف وجب إعمالها. وجب إيه؟ طيب لما يجب إعماله هيحصل إيه مولانا؟ اسمها أشوف، وإن تخفف أن فاسمها استكن، معنى استكن اختفى، ما يظهرش في الكلام، بيسموه ضمير الشأن. يعني الآية القرآنية بتقول إيه يا شيخنا؟ ها؟ نعم؟ طيب أهو، وآخر دعواهم أن الحمد لله. أن أصلها أنه ده بيسموه ضمير الشأن. وضمير الشأن يا سيدنا الشيخ صابر غير الضمير العادي. الضمير العادي ده يفسر بما قبله. لما يقول مثلا الشيخ صابر حفظه متين، حفظه يعود على الشيخ صابر، فهمت ولا لا؟ طيب الشيخ زكريا مثلا كتابه مفتوح، يبقى الهادي عايد على ايه؟ على المتقدم، يبقى يفسر بما قبله، لكن ضمير الشأن يفسر بما بعده. قل هو ومن الله احد، فهمت ولا لا؟ وان تخفف ان فاسمها استكن، يبقى اسمها ضمير الشأن محذوف، استكن يعني ليس موجود في الكلام، مستكن يعني مخفي يعني. والخبر اجعل جملة،
الخبر لابد أن يكون جملة، لابد أن يكون جملة، ما يكونش مفرد، لازم يكون جملة، ولا يكون شبه جملة، لازم يكون جملة بس. طب إذا كان جملة اسمية أو فعلية؟ لا، الجملة الاسمية هي وآخر دعوة أنا الحمد لله، الحمد لله دي مبتدأ وخبر في محل رفع خبر أن المخففة دي. طيب إذا كان جملة فعلية سيدنا، إذا كان جملة فعلية فعلها جامد لا تحتاج إلى فاصل، شوف وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وأن ليس، فهمت يا شيخنا؟ يبقى ليس ده فعل جامد، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله، يبقى عسى وليس فعلان جامدان لا يتصرفان، فلا نحتاج إلى فاصل بينهما. سمعنا سيدنا؟ طيب إذا كان الفعل متصرفا يعني ليس جامدا وقصد به الدعاء لا تحتاج إلى فاصل. الألف سورة النور يا شيخنا، والخامسة أن غضب، في أن غضب، أن غضب ده مصدر، إنما أشوف غاضب، غاضب ده فعل دعاء على المرأة الكاذبة، هذه لا تحتاج إلى فاصل. أما إذا كان فعل متصرف ليس دعاء يحتاج إلى فاصل، الفاصل قد يكون قد أو السين أو سوف زي ما قاله. شوف والخبر اجعل جملة من بعد أن، وإن لم يكن فعلا بأن كان جملة اسمية يعني، فهمت ولا لا؟ ولم يكن دعاء زي إيه والخامسة أن غضب، ولم يكن تصريفه ممتنعة زي عسى وليس، خلاص فهمت ولا لا؟ فالأحسن الفصل بقد، ده متى يكون الفصل بقد؟ إذا لم يكن الخبر جملة اسمية، ولا جملة فعلية فعلها دعاء، ولا في جملة فعلية فعلها جامد، يبقى الأفضل والأحسن الفصل بإيه؟ بقد. أيوة الفصل بقد زي إيه يا شيخنا؟ اسمع كده، ونعلم أن قد صدقتنا، خد بالك، ونعلم أن قد صدقتنا. طيب أن أصلها أنه، دي أنا مخففة من الثقيلة، اسمها ضمير الشأن محذوف تقدير أنه، قد حرف تحقيق، صدقتنا صدق فعل ماضي مبني على السكون لاتصال بناء ناء الإيه الفاعلين أو ضمير رفع متحرك يعني، ونادي فاعل، هذه الجملة في محل رفع خبر أن، فصلنا بين الخبر وبين أن بقد، صح يا شيخنا؟ هذا معنى بيقول ايه؟ وان لم يكن فعلا، ها؟ وان لم يكن فعلا بان كان جمله اسميه. طبعا دي لا تحتاج الى فاصل. ولم يكن دعاء للايه القرانيه والاخذ ان غضب وايه بعد كده؟ ولم يكن تصفه ممتنعة زي الفعل الجامد اللي هو، طيب فالاحسن الفصل بقد ونعلم ان قد صدقتنا. او نفي، النفي يا مولانا اللي هو زي ايه؟ ها؟ النفي، أفلا يرون ألا يرجعوا؟ شوف خد بالك، شوف أفلا يرون أن لا يرجعوا، أي لا يرجعوا، بس طبعا أدغمت النون في اللام يا سيدنا، صح؟ ألا صارت ألا يعني، ففصلنا بين الفعل يرجع وبين أن بلا النفي، النافية يعني. طيب وممكن يكون نفي بإيه؟ بلن، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ أيحسب أن لن، أصلها أنه، في نفي بلم، أيحسب أن لم يره أحد؟ صح يا ولاد ولا لا؟ طيب هذا النفي بقد، هذا الفصل بقد أو نفي أو تنفيس، تنفيس المقصود بإيه يا ولادي؟ السين وسوف، علم أن سيكون منكم مرضى، علم أن سيكون منكم مرضى، يبقى علم ده فعل ماضي مبني على الفتح، الفاعل يعود إلى الله سبحانه وتعالى، أن مخففة من الثقيلة أصلها أن هو، ده اسمها ضمير الشأن محذوف، السين ده حرف استقبال يسموه حرف تنفيس، يعني يجعل الفعل المضارع لزمن الحال يتحول إلى المستقبل، فكأنه يتنفس، ها؟ إنه خرج من الحال إلى الاستقبال، يكون ده فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، وطبعا مرضى ده الفاعل
بس مرفوع بضمه مقدره على الالف للايه؟ للتعذر. طيب، ولو وقليل ذكر لو. اتفضل يا سيدنا. ولو وقليل ذكر ايه؟ لو. قال تعالى: ولو، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم. وأن لو، أصلها وأن لو استقاموا، وأن لو، بس أدغم منهم في اللام يعني. صح يا شيخنا؟ الشيخ قال: وقليل ذكر لو. يعني الكثير في كلام العرب أن يكون الفصل بقد أو بالسين أو بسوف أو بالنفي. وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها وثابتا أيضا روي. خد بالك يا شيخ صابر، احنا قلنا أن إذا خففت حذف اسمها وجوبا، ضمير الشأن استكن، مش كده ولا؟ لكن أن كأن ممكن اسمها يظهر وممكن يختفي. أيوه، أدي معنى إيه؟ وخففت كأن أيضا فنوي، يعني إذا خففت كأن ثبتت لها الأحكام الأربعة السابقة في أن المخففة من بقاء عملها وحذف اسمها، يعني يبقى العمل ويحذف اسمها، ويبقى الخبر جملة اسمية أو جملة فعلية مصدرة بلم مع المضارع أو بقد مع الماضي. القرآن بيقول يا شيخنا: فجعلناه حصيدا. شوف، كأن لم تغنى بالأمس. شوف، كأن لم تغنى بالأمس، أصلا كأنها، كأنها، فجعلناها حصيدا. كأنها يبقى حذف اسمها هنا. والجملة الفعلية مسبوقة بإيه؟ بالنفي اللي هو لم، اللي هو الواقع خبر يعني. صح يا شيخنا؟ طيب، وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها، يبقى هنا اسمها منوي ولا ظاهر؟ منوي. منوي يعني إيه؟ مقدر يعني، ليس إيه؟ مستتر يعني. وثابتا أيضا روي. أيوة، وثابتا أيضا روي يعني أي يظهر يعني. بيقول: كأن ورداه رشاء خلبي. ده الشاعر بيقول كده يعني، لكن ده نادر وقليل يعني. في بيت مشهور يا مولانا بيقول: كأن ثدييه حقان. واحد بيتغزل في 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 جمال امرأته يعني، يقول: وصدر مشرق النحر كأن ثدييه حقان. يعني المرأة عندما في مرحلة البلوغ بيبقى يعني ايه الصدر يعني، مش اللي هو وصفه القرآن بيقول كواعب أترابة يا شيخ، ايوه بارز كده. فقال: كأن ثدييه. طبعا البيت ده وروي بروايتين، كأن ثدياه، يبقى هنا حذف ايه؟ الاسم. كأنه ثديا حقان، وروي كأن ثدييه، يبقى ظاهر الاسم. هذا معنى كلام الشيخ: وخففت كأن ايضا فنوي منصوبها اللي هو اسمها، وثابتا ايضا روي، يعني ثبت في كلام العرب وروي في كلام العرب ان مع تخفيفها يظهر اسمها. اين اروي قل الابيات كده كده. الحمد لله احنا انتهينا من ان واختها. طيب يلا قل الابيات يا ولد. وجائز رفعك معطوفا على منصوب ان بعد ان تستكمل، والحقت بان لكن وان من دون ليت ولعل وكأن، وخففت إن فقل العمل، وتلزم اللام إذا ما تهمل، وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا، والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غاربا بإن ذي موصلا، وإن تخفف أن فاسمها استكن، والخبر اجعل جملة من بعد أن،
وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقد أو نفي أو نفي أو أو نفي نو أو تنفيس نو لو وقليل الذكر لو يعني تنفيس نو لو وتقف سكتة لطيفة كده تنفيس أو لو أو لو وقليل الذكر لو وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها وثابتا أيضا روي والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد جزاكم الله خيرا.